يقول: نرجو من فضيلتكم التوضيح في هذه المسألة الخطيرة، وهي: هناك من يقول أن جميع الأعمال شرط كمال، ولهذا هم يقولون أن تارك الصلاة ليس بكافر. يا أخوان، مسألة الإيمان عرفه السلف بما يكفي ويشفي، وكتبوا فيه المؤلفات وبينوه ووضحوه، فلا يجوز اجترار هذه المسألة والخوض فيها من أناس جهال لا يعرفون شيئا، وإنما هم متعالمون يدعون العلم، وليس عندهم من العلم شيء إلا مطالعة، مطالعة كتب فقط. هذه مسألة مفروغ منها، علينا أننا نتبع فيها سلفنا الصالح الذين قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا يكون الإيمان إلا من هذه الثلاثة، هذه الثلاثة هي الإيمان. أما من يخرج العمل ويقول ما هو من الإيمان، بل هو شرط كمال أو شرط صحة، أو هو ليس بشرط ولا وليس بواجب، هذا قول المرجئة الضلال، هذا قول أهل الضلال. وقد رد عليهم أهل السنة وبينوا بطلان قولهم، ولم يدعوا لهم شبهة إلا وقطعوا دابرها، والحمد لله. يكفينا ما عليه سلفنا، تكفينا كتبهم الموضحة المنقحة الموثوقة التي تدارسها أهل السنة من أزمنة طويلة ومشوا عليها. يجي واحد متعالم متطفل ويجتر هذه المسألة ويخوض فيها ويجعل الناس قسمين، هذه فتنة ما تجوز. الفتنة نائمة لعن الله موقظها، فتنة نائمة يجي واحد يحركها، هذا أمر لا يجوز. احنا ندرس في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي المساجد، ندرس الإيمان والحمد لله على مذهب أهل السنة والجماعة من خلال كتبهم الموجودة بأيدينا، لسنا بحاجة إلى هؤلاء الذين يتلاعبون في مسائل العلم. نسأل الله لنا ولهم الهداية، آمين، والرجوع إلى الصواب، آمين، وترك هذا الخوض الباطل، آمين. نعم.